كده كده ان اولا برحب بيكي، وانا شايفه انت واقفه ورا احد المنافذ هنا اللي قايمين عليها. كلميني كده، ايه دوركم النهارده؟ حابين تعملوا ايه؟ يعني حاجه يدويه بايدينا بنحب نعرضها بس. هل ليكم دور مع المركز هنا بشكل مباشر ولا هو مجرد مكان للعرض؟ لا بشكل مباشر، يعني حتى أنشطة بصحة مفعل في كل حاجة، يعني حاجة كويسة جدا. في حد ممكن يعني يساعدكم ولا أنتم بتصرفوا على الموضوع إزاي؟ لا من معانا احنا، مفيش حد، مفيش مساعدة. طيب أنا حابة